الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ختاما لدروس الليله ان شاء الله الى كتاب الاستسقاء، كتاب صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء. اجمعوا الاسئله وانا ساجيب بعدها ان شاء الله. ذل راى في أدغال إفريقيا الضب، يقول لا يمتلك نابا، إن كنت قد رأيت حقا فأنت عندنا ثقة أمين على جفوة فيك، لكنك ثقة أمين، إن قلت بذلك نرجع لقولك له ناب، نرجع على ذلك. مع أن بعض الفقهاء قال بأن الضب له ناب كما لكن ليس كناب الضبع، لكن أنت ثقة أمين، غفر الله لك. و أظن أن شعبة أيضا حزين منك، فما أدري، لابد أن تتواصل معه. خلاص، إذن الرجوع إلى قولك الضب ليس له ناب. نعم، لكن الضبع أكيد له ناب، ومعلوم أنه له ناب، أخذنا بهذا القول. إلى صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائما. ذكر المصنف حديث عبد بن يزيد، صحيح؟ الأنصاري، ختم الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال أخبرنا شعيب عن شعيب. هذا هو الحديث الذي علينا ومن الأبرار أم لا؟ قال أخبرنا شعيب، وشعيب تعلمون من شعيب؟ الحكم النافع اللي هو أبو اليمان عن شعيب، والسلسلة معلومة، عن الزهري، ثقة ثبت أمين، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني عباد، طيب، قال حدثني عباد بن تميم، عباد بن تميم بن غازية بن عمرو بن عطية الأنصاري المازني المدني، قال النسائي ثقة، قال العجلي مدني تابعي ثقة، ومحمد بن إسحاق قال ثقة. إذن أخذنا بقول الزول، هذا الحديث أخذناه أم لا يا أم الأبرار؟ الله يدي. طيب، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، باب الجهر في القراءة بالقراءة في الاستسقاء، صحيح هذا الذي علينا؟ ممتاز. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين ثقة الأزمات الأولى والجماعة، عن ابن أبي ذئب، نامي ذئب هو محمد عبد الرحمن بن الغيرة قرين الإمام مالك، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عباد بن تميم، عباد بن تميم بن غازية كما قلنا، وأنه من الثقات، قال النسائي ثقة، قال عجلي مدني تبعيه ثقة، قال محمد بن إسحاق ثقة. عن عمه، عمه هو عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري المزني المدني النجاري رضي الله عنه وارضاه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني يطلب السقيا، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهنا التنصيص لمطابقة الترجمة، قال جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. قول المصنف باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، أتى بهذا الحديث مطابقا للترجمة، لأن فيه النص أنه جهر بالقراءة. وقلنا بأن ابن عباس شبه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد، فيكون فيها الجهر بالقراءة. والحق أن الجميع الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا ذلك. قال هنا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، وهذه فيها كما قلنا سنة الخروج إلى الخلاء للاستسقاء، وقلنا مرارا وتكرارا على ولي الأمر أن يأمر الناس بالاستغفار والتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وعلى أن يأمر الناس بأن يخرجوا متبذلين ضعفاء مساكين يرفعون أكف الضراعة لله جل في علاه، فأن يظهروا الحاجة الجموع الذين يجتمعون من أجل الدعاء والضراعة، وأن يعني أن يرفعوا أكف الضراعة لله جل في علاه. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ودعا ربه وحول رداءه اليمين لليسار واليسار لليمين. قلنا أن الراجح في ذلك من أجل الفأل بتحول الحال، ثم صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة كأنها صلاة العيد، وهذه سنة
نسأل الله لنا فعلاء يعني أن يجعلنا ممن يتلمس سنة الله وسلم وأن لا يصيب أمتنا بقحط ولا بجذب ولا يهلكنا بسنة بعام. العجب العجاب الآن يعني القحط وقلة المطر على جميع البلاد الإسلامية ويستسقون مهما يستسقون لا يستجيب الله ولا نرى السقيا من أنفسنا، من أنفسنا قد جررنا على أنفسنا ذلك واجتمعت علينا قوى الكفر. نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. وأما الاجتماع فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه وألا تسلط عليهم ولا تسلط علينا، يعني تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. اللهم اغفر لنا رب العالمين. نعم. فهنا نقول بأن السنة الخروج إلى المصلى واجتماع الناس وتقديم الطاعة قبلها ثم الدعاء واستقبال القبلة وتحويل الرداء تفاؤلا حسنا بالظن بالله جل في علاه، ويصلي ركعتين كركعتي العيد. الحمد لله ختم الله لنا دروس الليلة، جزاكم الله كل خير.